احنا عملنا 1500 درهم، عملنا 1500 ديال الدهم ياك ديال الزياده، زدناها 2600 ديال الدهم ديال اوريشيل. هذوك الناس اللي يعني غادي يوصلوا هي حسب معايا، وزدنا لو ترويزيام ايشلون اللي ما كانش، واحد النوفيل ايشلون اللي تزاد اللي هو 1000 درهم باش ما يبقاوش الناس محبوسين. ملي كتجمع هادشي 5100 في اخر المطاف، الاستاذ اللي كان غادي يخرج ب 10000 درهم ديال الصالير ديالو اليوم غادي يخرج على الاقل ب 15000 درهم. هذا 50% ديال الزياده اللي كثر من داكشي اللي جا فيه البرنامج الحكومي. واليوم خصكم تكونوا مقتنعين بان هذا الاتفاق راه جاب الاجوبه ديال البرنامج الحكومي اللي اتفقنا عليه.